السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في التمرين السادس المحور الخامس من دورة تعلم الخوارزمية من الصفر التمرين السادس يقول فيريفي سي ان كاركتر دوني ايتان فوايال لي فوايال هما ا او اي او يو اي دونك هذه باينه لا ميثود تاعنا راح نمدلها ان كاركتر نمدولها لها كاركتر فاريابل التيب تاعو كاركتر ومن بعد هو يرتولي لنا اسكو هو فوايل او نو هنا راح تخمو بلي الريزلتا راهي وحيده لانه راح يقولنا وي راهو الكاركتر هذا راهو فوايل uh, uh ولا نو الكاركتر هذا ماهوش فوايل ولكن هنا اذا في التمرين هذا نشوفوا اذا ما دام النتيجه واحده راح رح راح فونكسيون لو بروسيدي راح نخيروها الكثير من النتائج لكن في هذا في هذا الحاله في هذا التمرين قلت لكم انا من قبل انه التمرين هذا او يشبه التمرين تاع بوليان التمرين كما على ما اظن التمرين الرابع لكن في هذا المثال كنا نقول ديما انه اي فونكسيون نقدروا نديروها بروسيدور يعني اي تمرين يطلب فونكسيون نقدروا نديروه بروسيدور في هذا الحاله احنا راح نديروه ك بروسيدور ما نشرح نديروه فونكسيون في حين انه البروسيدور تاعنا هذه دونك راح نعطيوها راح نعطيوها ان كاركتر الكاركتر بار اكزومبل الفاريابل تاعنا هو سي دو بوين كار تيب تاعو قلنا كاركتر كاركتر دونك هذا هذا هو لونطري تاعها السورتي تاعها بون bon. حنا السورتي تاعها راح تخرج لنا هي راح تخرج لنا هنايا في فالور دو فيريتي في دو بوان دو بوان بوليان بوليان دونك نقدروا نديروها هكذا ميم فونكسيون اه, تصلح ومن الاحسن هي فونكسيون اه, احسن سما نديرو هكذا هذا راح يكون كاركتير آه, هو اونتري وهذا راح يكون اونتري وسورتي او ميم طون قلنا عليها باللي اي راح نمدو لها الفاريابل عفوا نمدو لها الفاريابل سي وهي تقول لنا اسكو راهو فوايال او نو وحنا نمدولها ال هذا ثاني باه ترو لنا هذا راح يعقب باساج بار فالور وهذا راح يعقب باساج بار فاريابل بون هذه لا ميثود تصلح وراح تتشابه ليكزرسيس 5 <سير> مي احنا في هذا الحاله واش راح نديرو راح نحيولها راح نحيولها لاتريبي تاع الريزولتا يعني هي المسؤولة في حد ذاتها أنها تافيشي الريزولتا لأن البروسيدير معلومة على البروسيدير أنها تقدر تخرج من زيرو حتى الآن نتيجة يعني تخرج ممكن ما تخرج حتى نتيجة كما المثال تاعنا هذا ما تخرج حتى نتيجة ما تعطينا حتى فاريابل ولكن هي تافيشي النتيجة لما تافيشي النتيجة نقولوا بلي ما خرجت لنا حتى ريزولتا ولكن افيشات الريزولتا تقدر تخرج وحده وتولي هي والفونكسيون كيف كيف أه وتقدر تخرج لنا بليزيور أه ريزولطا الكثير من النتائج اذا في الحاله هذه البروسيدور تاعنا راح نمدوا لها كاركتر وهي راح تشوفو اسكو فوايل او نو وتافيشي الرزيالطة. ما ماهيش راح تمد لنا من مي تافيشيها ديريكتومو في في الشاشه تاعنا دونك البروسيدور نخ انخر... لها اسم بار اكزومبل هو هنايا no, uh, voilà. voilà. الاسم تاعها هو قال لك فيريفي انو ديزولي فيريفي ان كاركتر دوني اي تيم فوايل حنا نسميوها فوايل فوالا نسميوها فوايل فوايل فوالا راح نسميوها فوايل دونك هذا ال هذا البروسيدور هذه راح نكتبولها الاسم تاعها دونك لمو كلي بروسيدور بروسيدور الاسم تاعها قلنا هو فوايل فوايل لي بارامتر تاعها هو سي هذا عندها بارامتر واحد سي دو تيب كاركتر دو تيب كاركتر ما عندهاش فالور دو روتور كيما الفونكسيون فوالا أه هنا لي فاريابل ما عندهاش دي فاريابل ما تحتاجش هي فاريابل جوست راح دير تيست جيست راح دير تيست دونك ديريكتومون دي بي دي بي ف دي ف دونك في بي في الكود تاعها هي واش راح تشوف سي سي اذا عاد اذا عاد هذا السي الكاركتر اذا عاد الكاركتر يساوي يساوي مثلا يساوي الحرف ا إذا عاد الكاركتر تاعنا يساوي, يساوي, يساوي الحرف أ أو أو سي هذا يساوي الحرف أ أو السي يساوي الحرف أو أو سي يساوي يساوي الحرف أ إي او سي يساوي voilà. هذو من الحرف إيكغريك فوالا هما مجموعة الحروف نرم الأو مزالنا الأو أو سي يساوي الحرف أو إذا هذه مجموعة لي إذا كان الكاركتير تاعنا يساوي أحد هذا الحروف لي فوايل إذا عاد يساوي أحد هذ الحروف اذا اذا الور الور الداله تاعنا البروسيدير تاعنا راح تتكلف هي انها تافيشي نتيجه اكرير اكرير اتا فوايل هذا راهو فوايل فوالا ديروا أه تحبوا ديروا مطتين او أه اي شيء مهم تفرقوا باللي هذا راهو ميساج اوكي راح تقولنا الكاركتر تاعنا راهو فوايل سينو 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 واش راح تكتب لنا راح تقولنا باللي ماهوش فوايل كنترول في ماهوش فوير باز ان فوير دونك اه هنا هذه هي واش راح دير لنا تاعنا بون لي ميساج اكتبوا كيما تحبوا المهم تحبوا تافيشيو ميم سي حبيتو تافيشيو بار اكزومبل سي فيرغول بمعنى تكتب لنا الحرف اللي مديناه لها وهي تقولنا لنا اسكو راهو ولا ماهوش فوايل هكذا راح تافيشيو الحرف ومن بعد تقولوا اسكو راهو فوايل ولا ماهوش فوايل اوكي دونك اذا عاد سي يساوي احد هذا الحروف اذا السي هو فوايال الز او سينو العكس هو ماهوش حرف هذه هي البروسيدور اذا راح نديوها للمكان المناسب تاعها كيما نديرو دائما في الالغوريتم الحقيقي هذا هو الالغوريتم الحقيقي راح نجيو هنا ونحطو البروسيدير تاعنا دونك راح نروحو للالغوريثم الحقيقي اول شيء نديروه هو انه نطلبو من ليتيليزاتور انه يعطينا حرف لير كار بار اكزومبل سي ار بمعنى الحرف الحرف اللي راح يدخلو المستخدم اذا بعد ما نقراو هذا الحرف راح نعيطو جوست لبروسيدير فوايل راح نعيطو البروسيدير فويل ونعطيوها الحرف كار اللي دخلو ليتيليزاتور دونك هي تهز الكار هذا فبلاص السي تاعها اذا عاد الكار يساوي واحد من الحروف هذه هي بالذات راح تكتب لنا اه كار اي تنفويل ولا راح تقولنا بلي ماهوش فويل دونك سما هنايا جيست هذا هو الالغوريثم تاعنا نقراو الحرف ونعيطوا لفوايل وهي رايحه تافيشي النتيجه هنا تشوفوا بلي حنا ما استكلفناش انه نديرو هنا اكرير دونك حنا ما استكلفناش انه حنا نديرو اكرير مي هي اللي راح تدير اكرير عليها قلنا ما عندهاش ريزولتاب اوكي هذا كان التمرين السادس أه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتلاقاو في التمرين السابع ان شاء الله